المعروف عن الأسود قوتها شجاعتها وثباتها. تلك هي أسود الأطلس التي شاركت في كأس العالم بالمكسيك، ولعل فوز المنتخب المغربي بثقة العالم أنذاك لهو دليل قاطع على نجاح أبناء المدرب مهدي فاريا في إقناع كل معشوقي الساحرة بهذا المنتخب الذي أدار إليه الرقة. ومن اللاعبين الذين أبهروا العالم في ذلك المنتخب العتيق رجل اسمه بادو زكي، يلقب بالأسد وبحامي عرين المغرب. هو رجل جعل كل من يتابع كأس العالم 86 بالمكسيك مصفقا متابعا وشغوفا بحارس عملاق. تحدث بادو زكي عن إحساسه أثناء السلام الوطني المغربي، فكانت كل كلماته نابعة من قلب يعشق الألوان المغربية ويعشق الوطن. صراحة اللي ما كيضرفش الدموع ديالو وهي باينة راه كيضرفها وهي لداخل، لأن كتمثل الشعب، كتمثل الأمة. عندك مسؤولية، ما كتكفيش غير تلعب جيد، كيخصك تلعب جيد وتكون النتيجه باش ممكن تحافظ على الـ الـ الاداء تاعك. الهدف تكون واحد الضغط اللي تكون هو كبير، واحد الاحساس اللي بحال شي جندي اللي داخل يدافع على البلاد ديالو. مقابله المغرب بولونيا وتبادل التحيه قبل انطلاقه المقابله ما بين قائدي الفريقين، كل من زكي حارس مرمى المغرب زكي بادو. مغامرة المغرب في المكسيك في 86 لم تكن لتمر مرور الكرام، خاصة بعد الإنجاز الكبير الذي قام به الأسود أنذاك. منتخب المغرب تعادل مع بولندا بدون أهداف في أول مباراة له في المونديال، لقاء كانت الأهداف قريبة جدا فيه من الأسود، لكن الحظ العاثر كان وراء عجز اللاعبين عن التسجيل. هذه المباراة الأسد بادو زكي حمى عرينا واستبسل في الدفاع عنه، لتنتهي المباراة في مونتيري بدون أهداف. بكل صراحة أصعب مباراة، أو نقدر نقول أصعب شوط الأول عرفته في حياتي هي هذيك المباراة ديال بولونيا. علاش؟ لان كما قلت لك متابعين داك الهاجس ديال باغي نفرض نفسي، كنتابعين داك الهاجس، هناك متابعه اعلاميه من المغرب، من افريقيا، من الاصدقاء، من العائله. كذلك متابعين داك الهاجس، هذه اول مباراه في كاس العالم، كيخصني نعطي اشارات للجميع بان هناك حارس عربي افريقي قوي عنده امكانيات حتاية بحال النظيره ديالو الاوروبي، فرصه ديال العمر بالنسبه ليا باش يمكن نتبدل تاعي. يعني ملي دخلت وانا عندي هاد الضغوط كامله وهاد الاحساس كامل، كنت كنلعب رغم المتتبع اللي كيتفرج ما كيحش بيا من الطار، ولكن انا نفسيا كنت مضطرب، كنت كنتصارع مع هاد الاحاسيس هادي. ولكن الحمد لله مثل الشوط الاول ب0-0 وشفت الاداء ديال الزملاء تاعي تاهما فاردين راسهم واللاعبين ند امام بولونيا، وما كيبانش شي فرق بين المنتخب البولوني وبين المنتخب المغربي. في الشوط الثاني تحررت من ذوك الضغوطات اللي كنت كنعيشها ولعبت بحال اللي مالف كنلعب، سواء مع فريق الوداد او مع فريق المنتخب الوطني داخل افريقيا. اما في المباراه الثانيه فقد كان لزاما على المغاربه ان يسجلوا انتصارهم الاول في المونديال ضد منتخب الاسود الثلاثه الانجليزي بقياده القائد برايان روبسون، لقاء هام اذا اراد المنتخب المغربي ضمان مقعد له في الدور المقبل. بدا اللقاء بين المنتخبين، فرص هنا لممثلي القاره السمراء وفرص هناك لبطل العالم في العام 66. مباراة تنتهي بدون أهداف بين الكتيبتين، ليتأجل الحسم للمباراة الثالثة التي كانت مصيرية للمنتخبين. الأولى أو 90 دقيقة الأولى أعطتنا واحد الشحنة، أعطتنا واحد الثقة باش واجهنا المنتخب الانجليزي في المباراة الثانية. وبكل صراحة الأشرطة راه كاينة، رغم المنتخب الانجليزي عنده أسماء كبيرة
وعالمية. فكنا كذلك في المباراتين كنا قاب قوسين أو أدنى باش يمكننا ننتصروا، ويمكن المرمى ديال بيتر شيلتون بقليل من الحظ كنا نسجلوا على الأقل واحد الهدف، وكانت كتلقى الهجومات خطيرة أكثر من الهجومات اللي قام بها المنتخب الإنجليزي ضدنا احنا. ولعل المباراة التي بقيت راسخة في الأذهان هي تلك التي فاز فيها منتخب المغرب ضد البرتغال، لقاء دخله أبناء المهدي فاريا من أجل هدف واحد. وبادو الزكي يتذكر جيدا ظروف تلك المباراة. لا بكل صراحة احنا أمام المنتخب البرتغالي كنا كنخمو في التأهيل، والتأهيل كان بتعادل يمكننا ندوزو، كنعرفو المنتخب المغربي من الإقصائيات تاعو حتى النهائيات كيمتاز بدفاع قوي. يمكن نقول الدفاع ما كنعنيش به الأربعة المدافعين والحارس، كنعني به يعني البلوك كامل. فغادي صعب على المنتخب البرتغالي يمكن ينتصر علينا، يمكن ينتصر ولينا نلقى واحد صعوبة كبيرة. احنا عندنا واحد فرصة باش يمكننا غير بتعادل نقدروا ندوز للدور الثاني، يعني كنا داخلين بواحد المعنويات كبيرة وآمنين القدرات تاعنا بأن ما صعيب باش يسجل عندنا وبإمكاننا نسجلوا، وهذا ما حصل في المباراة. ممتازة المحاولة، ممتازة ممتازة ممتازة، وأول هدف لصالح المنتخب المغربي. أهداف الخير وكريم بقيت في أذهان كل من تابع كأس العالم 86 ليفوز المنتخب المغربي بالثلاثة على برازيل أوروبا. ممتازة من الخياري. صراحة الإنسان ملي كيمشي لكأس العالم وغادي كبحال أوتسايدر، حتى واحد ما كان كيراهن عليه، أكبر المتفائلين تيقول المنتخب المغربي غادي يمكن له يخسر ولكن غادي يشرف، غادي يلعب كرة جميلة وغادي يبين، ولكن غادي يخرج من الدور الأول. فالمنتخب المغربي يلعب كرة جميلة، تأهل الدور الثاني واحتل الصف الأول في المجموعة تاعو، أكبر المنجمين ما يمكنلوش يعطيوك هاد السيناريو، وهذا في حد ذاته بالنسبة لي أنا كمشارك مع المجموعة اللي كان افتخر بها، فهو شرف لي ومطابق الحال مثلنا المنتخب المغربي أحسن تمثيل، والكرة العربية والإفريقية بشكل اللي ما كانش كيتسنى حتى واحد. ولعل الأهم في كل ذلك تأهل المنتخب المغربي لأول مرة في تاريخ العرب والأفارقة ليكون الموعد مع منتخب ألمانيا الغربية العتيد. راح تجدد المغرب لألمانيا العقدة من الكرف الأفريقية. مباراة ألمانيا هي لم تكن ضد منتخب المغرب بقدر ما كانت ضد بادو الزكي، والصور أبلغ من الكلمات والأروع منها جمال التصديات، لكن هدف ماتيوز كان الفيصل ليغادر الأسود المكسيك برأس عالية وروعة لا تنسى. اللعب عربية، الله وول وول. منتخب الألماني في ديك النسخة ديال 1986 فهو كان وصيف البطل، نهزم مع المنتخب الأرجنتيني، منتخب 3-2، منتخب اللي فايز بكأس العالم، يعني عنده من التجربة الكافية ومن الاحترافية الكبيرة اللي كيمتازوا بها اللاعب الألمان أو العقلية الألمانية. فاحنا واجهنا غول ديال كرة القدم، إلا خسرنا بعدم التجربة وبقلت نقول الاحترافيه اللي كتقش شويه الشخصيه ديال اللاعب الافريقي من ناحيه الاحترافيه تاعو. حنا بكل صراحه ملي بقات قسمين او 10 ديال الدقائق باش ننتهي المباراه ولينا كنتقلوا في المباراه، ما بقيناش غادين بها داك الريتم اللي كانت، لان الريتم باش كانت غادي كان في صالحنا بحكم الحراره اللي كانت في مونتيري واللي كانوا كيعانيوا منها اللاعبين ديال المنتخب الالماني، ولينا كنقلبوا باش نجروا المنتخب الالماني لضربه الجزاء. شاءت الاقدار، جات ضربه خطا اللي انا صوبت فيها الحائط، ولقيتها
اللي كان عوضت فيها الحائط بشكل اللي كيخص يكون الا وكان تفاجئ باللاعب بوحياوي في الوقت اللي اللاعب ماتيوس غادي 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 يسدد. دونك اللاعب بوحياوي كيخرج من الحائط وكي يصغر المس كما تنقولوا الحجم ديال الحائط فين ماتيوس لقى ديك الثغره من داس الكره وسجل لنا اصابه نقدر نقول كان بامكاننا نفادوها وهي اللي عطات التاهيل للمنتخب الالماني. يعني فالخسران حنا الانتصار حنا اللي هدينا المنتخب الالماني بحكم السذاجه ديالنا وبحكم ما بقيناش هذه المباراه بديك الجديه كيفاش بدينا وكيفاش كيخصنا النهوة. هنا كان بدو الزكي، هذا الأسد الذي إن زأر سمع زئيره في مونتيري. هو بدو الزكي الرجل الذي يحتفظ بأحلى الذكريات بداخله، ذكرى حدثنا عنها عن الملك الراحل حسن الثاني رحمة الله عليه. ما بكل صراحة هما عدة كلمات، والكلمة اللي غادي ممكن نقولها هو أرضى عليا كثير وشجعني كثير، بالاخص كنت درت عقد مع فريق ديال ريال مايورك، وبالمناسبه كانت الزوجه تاعي او زاد عندنا بنت، فهو اللي تقدم وسمى البنت تاعي وسمى باسم لالا حسنه نفس الاسم ديال البنت تاعو، وهذا كان شرف ليا كبير لان ماشي في كل مره مالك يسمي لك بنتك، وخلاني اسعد لاعب او اسعد اب في الدنيا.